يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي أحد الأمراض المستعصية التي تصيب 1% من سكان العالم المتراوحة أعمارهم بين 35 و50 عاماً، وتتعدد وتختلف أسباب هذا الداء المحدث الإعوجاجات مصاحبة بآلام على مستوى المفاصل بين وراثة ونمط عيش غير متوازن، بيد أن أبرزها هو مهاجمة مكونات الجهاز المناعي للأنسجة الرخوة التي تبطن المفاصل، مسببة بذلك لتشوهات، عدم استقرار وتندب داخل هذه الأخيرة. وما يزيد من حدة هذا الداء هو عسر علاجه، مما يدفع العديد من العلماء إلى بحث سبل الوقاية منه، وهو ما تأتى من خلال دراستان نشرتا سنتا 2014 و2005 على التوالي بمجلتا تغذية المستشفى والتغذية، واللتان توصل من خلالهما الباحثون إلى كون زيت الزيتون يخفف من الالتهابات الناتجة عن الداء، في حين إن تم إرفاقه بزيت السمك الغني بالأوميغا 3 فهو يقلص من حدة أعراض الاعتلال المتمثلة في آلام المفاصل، التشنج الصباحي، وضعف القدرة على التحكم في قبضة اليد.